اول مرحله ديال سواري تم اصدار من طرف الكريدي بمناسبه العيد الوطني للمراه التونسيه في عام 2021 هي لمسه وفاه لنساء تونس. شارك في الإذاعة العربية 60 أستاذ جامعي بإشراف الإشراف العلمي للأستاذ مبروك المزاري. لجنة علمية أشرفت على هذه الموسوعة، لجنة علمية اختارت معايير موضوعية واختارت أن تكون النساء التي غادرن واكتملت مآثرهن ويتم تسليط الضوء على سيرهن الذاتية.